أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في الحصاد اليومي، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. نسهل الحصاد بالعناوين: الولاة والعمال الجدد يؤدون القسم بين يدي الملك بالرباط، تجدين الحسيني بان كيمون تجاوز مهامه والمغرب، استرجع أراضيه المغتصبة بطريقة سلمية، الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال تحتفي باليوم العالمي للمرأة بالحي الحسني، العثور على طفل مدفون حيا بحي لساسفة بالبيضاء، رونارد يستدعي 34 لاعبا في اللائحة الأولية للأسود. البداية ستكون من مدينة الرباط، حيث استقبل الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي والي وعمال جلالته الجدد بالإدارتين الترابية والمركزية للمملكة، وحضر هذا الاستقبال وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي إدريس والحاجب الملكي محمد العلوي. وفي الخبر السياسي، قال تجدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدى بالرباط إن استخدام الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون مصطلح الاحتلال الذي ينسب للدول الاستعمارية في حديثه عن الصحراء المغربية هو خروج عن المرجعية الإصطلاحية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة. لنستمع لتصريح تجدين الحسيني. ما يمكن قوله هو أن استعمال هذا التعبير أو هذا التوصيف من طرف الأمين العام للأمم المتحدة يختلف اختلافا أساسيا عن المرجعية الاصطلاحية التي اعتمدتها أجهزة الأمم المتحدة بخصوص هذا الموضوع بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. فالأمر لا يتعلق باحتلال، وهذا المصطلح كان يستعمل بالنسبة للبلدان الأوروبية التي كانت تستعمر مناطق معينة في بلدان نامية كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة التراب المغربي، والمغرب استرجع أقاليمه المغتصبة بالوسائل السلمية التي تتشبث بها الأمم المتحدة نفسها وخاصة عن طريق المفاوضات، وهي المسطرة التي اتبعت سواء عند توقيع اتفاقية مدريد 1956 أو عند استرجاع إقليمي طفايا سنة 1959 أو إقليم إفني سيدي إفني 1969، وكذلك بخصوص الصحراء 1975، بحيث حتى استرجاع الصحراء تم عن هذا الطريق الذي تنصح به الأمم المتحدة في إطار مقتضيات المادة 33 من الميثاق، وهي استعمال المفاوضات، بل عرفت هذه العملية أسلوبا أكثر سلمية وأكثر حضارية، وهو المسيرة الخضراء التي نوه بها الجميع. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال بالحي الحسني حفلا تكريميا اعترافا للمجهودات التي تقدمها المرأة في العديد من المجالات. لنتابع. وعيا منها بضرورة الاحتفاء بعيد المرأة، الكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال بالحي الحسني نظمت حفلا كرمت فيه النساء ليس الاستقلاليات فقط، بل حتى اللواتي ينشطن في مجالات مهنية وسياسية مختلفة. وبهذه المناسبة أقمنا هذا الحفل احتفالا بكل النساء اللواتي قمنا بإنجازات كثيرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحنا جد جد سعداء لأن المنظمة ديالنا كتسهر على توفير جميع الشروط لإقامة جميع الأنشطة الموازية للحزب. أنا كان زعما كليل كل اعتزاز وافتخار بهذه الاستضافة وبهذا الترحاب اللي تفكرنا في هذا اليوم العالمي للمرأة، وحنا كقطاع نسائي معروفين بالخدمات ومعروفين بالعطاءات، والمرأة الحمد لله كل رجل كما كنقولوا وراء امرأة عظيمة، وكنتمنى كل من ربة بيت إلى إطار إلى مهندسة إلى آخره، هذا افتخار واعتزاز لأن سيدنا الله ينصره كرم ديما المرأة، والمرأة ملي تحطها في شي مجال كتعطي بكل مجهودات الجبارة. احتفاء سهر على تنظيمه البرلماني والقيادي لحزب الاستقلال بوشتى الجامعي كعرفان بالجميل والمجهودات التي قدمتها المحتفى بها على جميع المستويات. هذا اليوم العالمي ديال المرأة أولا هو حدث عالمي، واللي من خلاله احنا في مقاطعة حي الحسني كنحتفلوا به ولو بجزء بسيط من الاحتفالات اللي كنديروها داخل هذه المقاطعة. والمرأة المغربية بصفة عامة أنها تستاهل أكثر من هذا، ماشي احتفال فقط، ولكن أنها المرأة المغربية الشيء الكثير عطات، وخصوصا المرأة المغربية اللي شرفت الوطن
في جميع المجالات الثقافية والرياضية وعملية. والمرأة المغربية أنا كنعتبرها أنها خدات واحد الخطوة كبيرة وخدات المكانة ديالها السياسية، ولو أن مازال حنايا كنتمناو أنها تكون أكثر تمثيلية ديال المرأة المغربية في جميع القطاعات، ولكن نوصلوا حتى المناصفة ديال المرأة مع الرجل في جميع المستويات وتكون تمثيلية أكثر في جميع المجالس كذلك المنتخبة، سواء داخل البرلمان أو مجالس المنتخبة ديال المدن أو المقاطعات. ويبقى الهدف من هذه المبادرة هو الاحتفاء بالمرأة، إذ هي ركيزة المجتمع وعامل أساسي بنهوض المجتمعات، حيث وجب التعامل معها وفقا للحقوق والحريات التي منحتها جميع التشريعات. وفي خبر الحوادث، عثر صباح اليوم الأربعاء على طفل يبلغ 3 سنوات مدفونا حيا بحي ساسفة بالقرب من إقامة قصبة الأمين، وهو في حالة صحية متدهورة نتيجة تجمع التراب والحجارة على جسمه الصغير لساعات طويلة. ونظم سكان هذا الحي وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها الأمن بإيقاف المتورطين في هذا الحادث الذي وصف بالمؤلم والمروع. ونختم بالخبر الرياضي، حيث وجه الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار الدعوة ل 34 لاعبا في اللائحة الأولية قبل الإعلان عن اللائحة النهائية التي ستخوض نهاية شهر مارس الجاري، المواجهة التي ستجمع الأسود بخصمهم الرأس الأخضر ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا. بهذا الخبر الرياضي نأتي مشاهدينا لنهاية الحصاد اليومي، إلى اللقاء.